بسم الله الرحمن الرحيم. أعزائي التلاميذ، سعداء بلقياكم مرة ثانية في تمارين في الجداء المتجه. تمرين رقم 1 في الفضاء منسوب إلى معلم متعامد ومنظم OEJK مباشر. نعتبر نقط A و B و C ونعتبر المجموعة D المعرفة بما يلي. D هي مجموعة نقط M من الفضاء E بحيث AM جداء متجهي BM يساوي المتجهة G در 3 ناقص 1 في E زائد G ناقص K. السؤال الأول بين أن النقطة أوميغا ذات الإحداثيات 1 1 G در 3 ناقص 1 تنتمي إلى هذه المجموعة. السؤال الثاني بين أن هذه المجموعة دي هي عبارة عن المستقيم المار من أوميغا والموجه بالمتجهة أبي. وفي السؤال الأخير لتكون أس الفلكة التي مركزها أوميغا وشعاعها واحد بين أن المستوى أبي سي مماسا للفلكة أس. إذا لاختصار الكتابة نضع هذه المتجهة جي در 3 ناقص 1 إي زائد جي ناقص ك هي متجهة إي. هذه غير باش في الكتابة ما نلقاوش مشكل. إذا نمشيو للسؤال الأول. السؤال الأول اش كيقول لنا؟ تحقق أو بين أن أوميغا تنتمي إلى المستقيم دي. إذا أوميغا عندنا معرفة بإحداثيات أو بي نقاط معلومة. إذا غادي نستعملوا الصيغة التحليلية للجداء المتجه. إذا ناخذ المتجهة أوميغا أ ثم المتجهة أوميغا بي ونحسب الجداء المتجه. إذا أوميغا أ أوميغا أ غادي تكون هي صفر ناقص واحد وناقص جي در 3 زائد 1. أوميغا بي أوميغا بي هي ناقص 1 0 وناقص جي در 3 زائد 1. إذن إلا لاحظتوا هنا كاين هذه الملاحظة أن في التعريف عندي أ أوميغا بي أوميغا وأنا درت هنا أوميغا أ أوميغا بي راه بحال بحال. علاش؟ لأن أ أوميغا جداء متجه ب أوميغا هو أوميغا أ جداء متجه أوميغا ب. وهذه سهل باش تأكدوا منها لأن ملي كنقلبوا المتجهة أ إم كنعوضها بأوميغا أ أوميغا نعوضها بأوميغا أ كتخرج لي ناقص، وكذلك أوميغا ب لعوضناها ب أوميغا كتخرج لي ناقص والجداء كيعطيني زائد. إذا المتجهة أوميغا أ جداء متجه أوميغا بي إحداثياتها سبقنا شفنا كيفاش نحسبوا الجداء المتجهي. إذا نقدر نعطي الإحداثيات مباشرة غادي تعطيني هي ناقص جي در 3 زائد 1 عفوا جي در 3 ناقص 1 في المرحلة الثانية غتعطيني ناقص جي در 3 زائد 1 ثم ناقص 1. إذن أوميغا أ أوميغا ب تساوي جي در 3 ناقص 1 إي ناقص جي در 3 ناقص 1 جي ناقص ك. لدينا إحداثيات أ أوميغا هي 0 1 جي در 3 ناقص 1، إحداثيات ب أوميغا هي 1 0 جي در 3 ناقص 1. وكنعرفوا كيفاش نحسبوا الجداء المتجهي، أنا سبق لنا شفناه في الدرس ديال تحليليات الجداء المتجهي. إذا غادي نحسبوا غادي نلقاو أ أوميغا ب أوميغا هي جي در 3 ناقص 1 جي در 3 ناقص 1 ناقص 1. يعني نكتبوها بدلالة المتجهات إي جي كا أ أوميغا ب أوميغا هي جي در 3 ناقص 1 إي
زائد جي دير 3 ناقص 1 جي ناقص ك، وهذه تساوي الى عملنا بجي دير 3 ناقص 1 تعطيني اي زائد جي ناقص ك، وهذه هي المتجهه اي المتجهه المعرفه هنا. اذا فعلا اوميغا تحقق هذيك العلاقه، يعني ان اوميغا تنتمي الى المجموعه دي. هذا كان السؤال الاول. السؤال الثاني بين ان المجموعه دي هي المستقيم المار من اوميغا والموجه بالمتجهه ا بي، يعني الا قرينا هاد الشيء اللي قدامنا هنا شنو خصنا نلقاو؟ علاش نبحثو نورمالمون؟ علاش خصنا نبحثو باش نقدروا نكونوا جاوبنا على هذا السؤال الثاني؟ دي هو المستقيم المار من ا، الا خدينا دي مجموعه دي يعني اللي هي المستقيم المار من ا من اوميغا عفوا والموجه بالمتجهه ا بي، شنو هذا التعريف ديالو؟ توا سبقنا شفناه في الحساب المتجهي. شنو هو المستقيم المار من اوميغا والموجه به؟ هو مجموعه نقط ام من الفضاء او، بحيث اوميغا ام تساوي واحد العدد ك في ا بي، حيث ك ينتمي الى ار. هذه هي المجموعه دي. يعني باش نبين ان المجموعه دي هي مستقيم خصني ناخذ واحد النقطة منه ونبين أنها تكتب على هذا الشكل. إذا غادي ناخذ نقطة من الفضاء لتكون إم نقطة من الفضاء. إذا إم تنتمي إلى الدي. ما معنى إم تنتمي إلى الدي؟ يعني تحقق تعريف المجموعة الدي. يعني ان ام جداء متجه ب ام يساوي المتجهه اي، يكافئ. اش كنعرفوا حنا انطلاقا من السؤال الاول؟ كنعرفوا ان اوميغا هي نقطه تنتمي الى دي. نديروا علاقه شال باوميغا لان باغيين حتى حنا اوميغا هنا تكون مع النقطه ام. اذا ا أوميغا زائد أوميغا إم جداء متجه ب أوميغا زائد أوميغا إم تساوي المتجهة إي. إذا عندنا بين الخاصيات ديال الجداء المتجه هي التوزيعية. إذا نحاول نستعمل التوزيعية هنا، يكافئ. إذا أ أوميغا ب اوميغا ب اوميغا زائد ا اوميغا اوميغا ام زائد اوميغا ام ب اوميغا زائد أوميغا إم أوميغا إم يساوي إي. إذا نقراو مزيان هاد السطر، غادي نلقاو بأن أوميغا إم أوميغا إم متجهتان مستقيميتان، إذا هذه تساوي المتجهة المنعدمة. وكنعرفوا أن أوميغا تنتمي إلى المستقيم دي، يعني أ أوميغا ب أوميغا هي المتجهة إي. إذن أوكي يبقى لي هذا الجزء هذا. إذن نحاول نكتب هذا الشيء. إم تنتمي إلى الدي. إذن هذا الشيء كان مجرد تذكير. إم تنتمي إلى المجموعة الدي، يكافئ أن إي زائد اوميغا ام اوميغا ام نقدروا نعملوا بها هنا، ولكن خصنا نحاولوا باش ما نغلطوش في الاشاره نكتبوهم بنفس الترتيب. ا اوميغا
أوميغا أم زائد أو ناقص من اللي غنقلبوا هادو التانيين نردها بي أوميغا أوميغا أم يساوي إي، لأن هاد المتجهة قلنا منعدمة. إذن إي إي تمشي، إذن شغي يبقى لي أ أوميغا ناقص بي أوميغا جداء متجهي أوميغا أم يساوي المتجهة المنعدمة، وهذه هي أ أوميغا زائد أوميغا بي، يعني أ بي جداء متجهي أوميغا أم يساوي أو المتجهة المنعدمة. هاد الكتابة اش كتعني اللي قدامنا هنا؟ أ أوميغا أوميغا بي تساوي متجهة منعدمة، فوقاش كيكون جداء المتجهين منعدم؟ إذا كانت المتجهتان مستقيمتان، إذن اللي غنستنتجو من هنا أن أ أوميغا، إذن أ أوميغا و أ بي متجهتان مستقيمتان، مستقيمتان بمعنى ولهما نقطة مشتركة اللي هي أ، أي أوميغا تنتمي أ أوميغا أ بي، يعني أوميغا تنتمي هنا ماشي أ أوميغا، أوميغا أم رجعوا لهنا، إذن أ أوميغا جداء متجهي ب أوميغا تساوي متجهة منعدمة. هنا كنلاحظوا جداء متجهي منعدم يعني أن المتجهتان مستقيمتان، هذه من خاصيات الجداء المتجهي. إذن أوميغا أم و أ بي متجهتان مستقيمتان، بمعنى أن أوميغا أم تساوي واحد العدد ك في أ بي، حيث ك عدد حقيقي. وهذه الصيغة اللي كنا كنبحثوا عليها، أوميغا أم تكتب بدلالة أ بي، إذن أم تنتمي إلى المستقيم المار من أوميغا والموجه بالمتجهة أب، وبالتالي خلاصة مجموعة أو دي، ديك مجموعة النقاط راه عندنا اسم دي، هي المستقيم المار من أوميغا والموجه بالمتجهة أب. هذا كان السؤال الثاني، سنمر إلى السؤال الثالث. السؤال ثلاثة، لتكن S الفلكة التي مركزها أوميغا وشعاعها واحد، بين أن المستوى ABC مماسا للفلكة. إذن باش نبين أن المستوى ABC مماس للفلكة، شنو هي الطريقة باش نقدروا نبينوها؟ كنعرفوا طريقة باش نتحققوا أنه مماس، طريقة واحدة هي نحسب المسافة ما بين أوميغا والمستوى ABC ونلقاها كتساوي الشعاع. في هذه الحالة نقول أن المستوى مماس للفلكة. إذن شنو خصنا؟ خصنا معادلة المستوى ABC، كنعرفوا النقاط A و B و C. إذن نحدد معادلة المستوى ABC باش نحددوها. كاين طريقتين، كاين طريقة ديال المحددة، نستعملوا المستوى ك مستوى مار من أ وموجه بالمتجهتين أ بي و أ سي، أو نستعملوا الجداء المتجهي أ بي أ سي، هي متجهة منظمية على المستوى أ بي سي. هادو طريقتين بجوج بحال بحال. إذا نمشيو وحدة منهم، ناخذوا المتجهة أ بي. المتجهة أ بي هي ناقص واحد واحد صفر، المتجهة أ سي هي ناقص واحد صفر واحد، ونحسبوا المتجهة أ بي أ سي. إذن
إحدى سياسات ديال أب بي أس سي غادي تكون عندي هي واحد واحد واحد. إذا أب بي أس سي متجهة غير منعدمة، من طبيعي أنها تحدد مستوى أب بي سي. إذا نعلم أن متجهة أب بي أس سي منضمية على المستوى ABC. إذن معادلة ABC كيفاش غتكون؟ المستوى ABC هي لكل M من الفضاء M تنتمي إلى المستوى ABC تكافئ أن AM جداء سلمي AB AC تساوي صفر. إذن متجهة AM شغتكون إلا وضعنا أن M هي النقطة X Y Z، فAM غتكون هي X ناقص واحد Y Z، و AB AC إحداثياتها هي واحد واحد واحد. إذن معادلة ABC الجداء السلمي اللي يعطيني X ناقص واحد زائد Y زائد Z يساوي صفر، أو ABC X زائد Y زائد Z ناقص واحد يساوي صفر. إذن هذه كانت معادلة المستوى ABC. إذن دابا ندوزو المسافة ما بين أوميغا والمستوى ABC. إذن نحسب المسافة ما بين أوميغا والمستوى ABC. إذن المسافة ما بين مستوى أوميغا وABC حسب التعريف هي القيمة المطلقة ل أوميغا، نعوضوها مكان إكس و إيغ و زد في معادلة ABC لما نكتبو يساوي صفر. إذا عندنا واحد 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 زائد واحد زائد جدر ثلاثة ناقص واحد ناقص واحد على المنضم ديال المتجهة المنضمية اللي هو واحد مربع زائد واحد مربع زائد واحد مربع، وهذا يساوي جدر ثلاثة على جدر ثلاثة يساوي واحد، اللي هو الشعاع ديال الفيلكة. إذن المستوى ABC مماسا للفيلكة S. إذن المستوى مماس، وإلا بغينا كان كسؤال حدد نقطة التماس بين المستوى والفيلكة S، فالطريقة كنعرفوها، فنقطة التماس تكون هي المسقيط العمودي لأوميغا على المستوى ABC. وكيفاش كنحدوه؟ كناخذوا المستقيم المار من أوميغا والعمودي على ABC، نحدوا التمثيل البارامتري ديالو، ونقطة التقاطع بين ذاك المستقيم والمستوى ABC هي نقطة التماس. إذا هذا فيما يتعلق بهذا التمرين هذا. غادي ندوزو لتمرين ثاني اخر، تطبيق اخر للجداء المتجهي. في التمرين الثاني، مرحبا من جديد. الموضوع ديال هاد الحصه هو التمرين رقم 2، وهذا التمرين الهدف منه هو حساب مسافه ما بين مستقيمين غير مستوائيين، يعني كيفاش نحسبوا هاد المسافه. إذا خديت واحد المثال هنا ليكون دلتا مستقيم معرف بهذا التمثيل البارامتري اللي هنا قدامكم، دي مستقيم آخر معرف بتمثيل بارامتري. السؤال الأول نتأكدوا من أن دي ودلتا غير مستوائيين. إذا باش نبينوا أن مستقيمان غير مستوائيين، خصنا نبينوا أنهما غير متوازيان وغير متقاطعان. إذا التوازي، باش نبينوا أنهما غير متوازيين يكفي أن نبينوا أن المتجهتين موجهتين لهما غير مستقيمتين. إذا نأخذ المتجهتين
لدينا هذا السؤال الأول، لدينا المتجهة U جهة لي مستقيم دلتا، هتكون هي المتجهة ذات الإحداثيات واحد صفر وناقص واحد. هذه متجهة موجهة للمستقيم دلتا، والمتجهة V موجهة للدي هتكون هي صفر واحد واحد. هذه متجهة موجهة للمستقيم دي. إذا باش نبينوا أن متجهتان غير مستقيمتان، كنعرفوا طريقة باستعمال الجداء المتجهي. نحسبوا الجداء المتجهي للمتجهتين U و V. إلى لقيناه منعدم يعني أنهما مستقيمتان، وإلى لقيناه غير منعدم يعني يخالف المتجهة المنعدمة، غادي يكونوا غير مستقيمتان. إذا الجداء المتجهي للمتجهتين U و V غادي يكون عندي هو واحد واحد وواحد، واحد ناقص واحد ناقص واحد وواحد. إذا هذه المتجهة U متجهة V تخالف المتجهة المنعدمة، إذن U و V غير مستقيمتين، أي أن المستقيم دلتا والدي غير متوازيان. مستقيمة لقيناهم غير متوازيين، بقى خصنا نتأكدوا من أنهما غير متقاطعين. باش نتأكدوا أنهما غير متقاطعين يعني نتأكدوا بأن لا توجد أي نقطة مشتركة. إذن وهذه غادي نحاولوا نبرهنوا عليها بالخلف. ناخذ واحد النقطة M، M نقطة من فضاء نفترض أن M تنتمي إلى التقاطع ما بين دلتا و دي. شنو يكافئ؟ يكافئ أن M تنتمي إلى دلتا و M تنتمي إلى دي. M تنتمي إلى دلتا بمعنى أن إحداثيات M تكتب على شكل تمثيل بارامتري، بمعنى يوجد واحد دي ينتمي إلى R، بحيث إحداثيات ديال M غادي يكونوا هما T واحد واحد ناقص T، ويوجد واحد K ينتمي إلى R بحيث M أو تنتمي إلى D، يعني تكتب على هذا الشكل ناقص واحد واحد زائد K وك. إذن بما أن M نقطة عندها مثلثين إحداثيات، إذن هاد المثلثين بحال بحال، يكافئ أن الأفصول تي يساوي الأفصول ناقص واحد، الأرتوب واحد يساوي واحد زائد ك، والأنسوب واحد ناقص تي يساوي ك، وهذا بدوره يكافئ. أن T يساوي ناقص واحد و K يساوي صفر و واحد ناقص ناقص واحد يعني زوج يساوي K، وهذا لا يمكن، ما يمكنش ك يكون عنده جوج قيم مختلفة، ك يساوي صفر وك يساوي زوج. إذا نقطة M غير موجودة، وبالتالي أن D تقاطع دلتا يساوي المجموعة الفارغة. خلاصة، غير متوازيان غير متقاطعان، إذا غادي يكون عندي D و دلتا غير مستوائيان.
هذا كان السؤال الأول. ندوزو دابا السؤال الثاني. السؤال الثاني هو حدد نقطتين أو النقطتين، لأن كاينه غير نقطة واحدة اش ونقطة واحدة اش فتحة اللي كيحققوا هاد الشروط. حدد النقطتين اش واش فتحة. اش تنتمي إلى دلتا، اش فتحة تنتمي إلى دي، بحيث يكون المستقيم اش اش فتحة عمودي على دي ودلتا في نفس الوقت أو في آن واحد. إذا غادي ناخذ دابا واحد النقطة اش تنتمي إلى دلتا، اش فتحة تنتمي إلى دي، ونحاولوا نلقاو الإحداثيات ديال اش واش فتحة. ما معنى اش تنتمي إلى دلتا؟ اش تنتمي إلى دلتا يكافي وجود واحد العدد تي ينتمي إلى ار، بحيث الإحداثيات ديال اش تكتب على شكل تي واحد واحد ناقص تي. اش فتحة تنتمي إلى دي يكافي يوجد عدد حقيقي كا ينتمي إلى ار، بحيث اش فتحة إحداثيتها غتكون هي ناقص واحد واحد زائد كا وكا. هذه الصيغة ديال الإحداثية ديال اش واش فتحة. شنو باغين؟ بحيث يكون المستقيم اش اش فتحة عمودي على دلتا وعلى الدي في آن واحد. المستقيم اش اش فتحة باش يكون عمودي على الدي ودلتا شنو خاص يتحقق؟ باش يكون مستقيم عمودي على مستقيمين غير مستويين في نفس الوقت، يعني خاص المتجهة الموجهة لهذا المستقيم تكون عمودية على المتجهة الموجهة لدلتا ثم عمودية على المتجهة الموجهة للدي. يعني شنو هي المتجهة اللي عمودية في نفس الوقت على المتجهة الموجهة لدلتا وديال الدي؟ كنعرفوا بأن كاين متجهة اللي هي عمودية عليهم بجوج، هي كل متجهة عمودية على هاد المستقيمين أو على متجهتين غير مستقيمتين هي المتجهة المستقيمية مع الجداء المتجهي ديالهم. وسبق لنا حسبنا الجداء المتجهي، يعني هذا الجداء المتجهي فهو كيحدد لي متجهة عمودية على اي وعلى في في آن واحد، يعني غيكون هاد الجداء المتجهي والمتجهة اش اش فتحة غادي يكونوا مستقيمتان. وبالتالي غادي نحاولوا نلقاو الاحداثيات ديال اش. عندنا اش اش فتحة عمودي على دي و دلتا واحد، يعني ان المتجهة اش اش فتحة قلنا عمودية على المتجهة الموجهة للدي وديال دلتا، يعني انها مستقيمية مع المتجهة اللي كنعرفوها عمودية عليهم على المتجهتين الموجهتين ديال دي والدلتا اللي هي الجداء المتجهي اي في. إذا خصني نلقى هاد الإحداثيات ديال اش اش فتحة. اش اش فتحة شنو هما الإحداثيات ديالها؟ إوا ها اش ها اش فتحة. إذا غتكون هي ناقص واحد ناقص تي ثم واحد زائد كا ناقص واحد هي كا، وكا ناقص واحد زائد تي اللي هي اش اش فتحة. المتجهة اي في جداء المتجهي إحداثية ديالها لقينا هي واحد ناقص واحد واحد. إذن هادو خصهم يكونوا مستقيميتان. وباش يكونوا مستقيميتان شنو خص يتحقق؟ باش تكون اش اش فتحة و اي جداء متجهي في مستقيميتان شنو خاص يكون؟ خاص يكون إذا كان جداؤهما المتجهي، إذا كان اش اش فتحة جداء متجهي اي في متجهة منعدمة. واش كنعرفوا شنو هي متجهة منعدمة؟
متجهه منعدمه هي متجهه اللي كيكون عندها الافصول والارتب والانسب ديالها كلهم منعدمين، يعني غنحسبوا الجداء المتجهي. الافصول خصو يكون يساوي صفر والارتب يساوي صفر والانسب يساوي صفر، وفي ديك الحاله غادي نلقاو الاحداثيات ديال اش واش فتحه. دابا غنحسبوا الجداء المتجهي اش اش فتحه والمتجهه اي متجهي في. اذا عندنا اش اش فتحه جداء متجهي اي متجهي في تساوي متجهه منعدمه يكافي. شنو هي هذه المتجهه؟ هي حاولوا نوضعوا الجداء المتجهي بدلالات اي و جي و ك. اذا لدينا متجهه اش اش فتحه والمتجهه اي جداء متجهي في، غنحسبوا لهم الجداء المتجهي. اذا قلنا ان اش اش فتحه بس جداء متجهي اي متجهي في تساوي متجهه منعدمه يكافي. نحطوا هذه المتجهه هذه ونديروها كتساوي صفر. اذا باش نحسبوا الافصول غادي نحسبوا هذه الجهه هذه غتعطيني ك ناقص واحد، هنا ك ناقص واحد زائد تي واحد. الثانية غادي نحسبوا هذه اللي في الوسط تعطيني ناقص واحد ناقص تي واحد، وهنا غتعطيني ك ناقص واحد زائد تي واحد. نحسبوا دابا الثالثة تعطيني واحد ناقص ناقص واحد ناقص تي واحد ك ناقص واحد يساوي صفر. إذا هذه هي ك زائد ك ناقص واحد زائد تي في اي ناقص ناقص واحد ناقص تي ناقص ك زائد واحد ناقص تي جي زائد واحد زائد تي ناقص ك في المتجهه ك يساوي المتجهه المنعدمه. وهذه راه سبقنا شفنا في اخر خاصيه في متجهات الفضاء. اذا كان اي جي ك اساس فكل كتابه على هذا الشكل اي زائد بي جي زائد سي ك يساوي المتجهه المنعدمه كتعني ان ا و بي و سي ثلاثه منعدمين. اذا اللي غادي نستنتجو من هنا ان هذا الجزء الاول اللي هو زوج ك زائد تي ناقص واحد يساوي صفر، وبالنسبه لهنا غيعطيني ناقص جوج تي ناقص ك يساوي صفر، و تي ناقص ك زائد واحد يساوي صفر. وما علينا الا نديروا الحل ديال هاد النظمه هذه. اذا باش نديروا الحل ديال هاد النظمه كنلاحظوا بان النظمه مكونه من ثلاث معادلات ب مجهولين. اذا غادي نحاول نلقى الحل ديال احدى النظمات ثم او ديال طريقه التالف فيها الخطيه يكون افضل. الا خدينا هذه المعادله واحد وهذه زوج وهذه ثلاثه فغنحاول ندير معادلة واحد ناقص المعادلة زوج اش غتعطيني؟ غتعطيني زوج ك ناقص ناقص ك هي ثلاثة ك، تي ناقص تي تمشي، ناقص واحد ناقص واحد هي ناقص زوج يساوي صفر. ونحتفظ بالمعادلة زوج ناقص زوج تي ناقص ك يساوي صفر، والتي ناقص ك يساوي ناقص واحد. اذا الاولى غادي نخرجوا منها القيمه ديال ك، ك يساوي زوج على ثلاثه. الاخيره هنا تي يساوي ناقص واحد زائد ك ناقص واحد زائد ك، يعني الى عوضتها غادي تعطيني هي ناقص واحد على ثلاثه. والثالثه تحققوا بها، اذا ناقص زوج في تي يعني هي زوج على ثلاثة،
ناقص ك ناقص زوج على ثلاثة يساوي صفر. إذن النتائج اللي لقينا كانت صحيحة. وبالتالي شنو لقينا دابا؟ لقينا أن ك يساوي زوج على ثلاثة والتي يساوي ناقص واحد على ثلاثة. إذن اش غادي يكون إحداثيات ديال اش؟ واش غيكون إحداثيات ديال اش فتحة؟ اش غادي نمشيو نعوضو في التمثيل البارامتري ديال المستقيم دلتا. كانت عندي هي ناقص واحد، هذه بالنسبة للاش فتحة، ناقص واحد، واحد زائد ك يعني خمسة على ثلاثة، وك زوج على ثلاثة. اش غادي نعوضو في التمثيل البارامتري ديال دلتا، ناقص واحد على ثلاثة، واحد وواحد زائد واحد على ثلاثة اللي هي أربعة على ثلاثة. إذن هادو هما النقطتان اش واش فتحة اللي كيحقوا لي الشرط اللي هو المستقيم اش اش فتحة عمودي في آن واحد على المستقيم دلتا وعلى المستقيم دلتا فتحة. إذا بقى لنا السؤال الأخير، ما بقى فيه والو. إذن هي السنتاج أو داكشي اللي متمحور عليه التمرين كامل هو المسافة ما بين المستقيمين دي ودلتا. إذن المسافة بين المستقيمين دي ودلتا هي المسافة اش اش فتحة، والمسافة اش اش فتحة هي الجذر المربع ل اكس اش فتحة ناقص اكس اش يعني هي زوج على ثلاثة اس اثنان زائد يغريك اش فتحة ناقص يغريك اش زوج على ثلاثة اس اثنان وزوج على ثلاثة ناقص اربعة على ثلاثة ناقص زوج على ثلاثة اس اثنان. وهذه هي الجذر ديال 12 على 9 او زوج جذر 3 على 3. وهكذا كنكونوا حسبنا المسافة ما بين المستقيمين اش و بين المستقيمين دي و دلتا. إذن هذا الأخير ديال السؤال، استودعكم الله وإلى الملتقى. تحية للجميع، نتمنى التوفيق والنجاح، ونتمنى للتلاميذ أنهم يكونوا متبعين الدروس ديالهم عن بعد، لما الأمر من أهمية باش ما تكونش منقطع على المعرفة والتحصيل المعرفي. والسلام عليكم.